مستقبل وديع ما هو خروج خاطئ وتوقيت وديع العبيد. بعد ذلك عدت كرته إلى خارج أرضية الملعب. خسر من الهلال عفوا ب2-0 وخرج في تلك المباراة هنا في الأحساء في دور الـ16 بهدفي إدوار. بالصورة اللي نشوفها هذه كرة منقولة داخل منطقة الجزاء بالرأس إلى خارج أرضية الملعب. حلوة تحولت بالرأس بشكل جيد من موسى الشمري لكنها عدت إلى خارج أرضية الملعب. أمامك مهمة يا جالكا في دوري أبطال آسيا لإثبات التواجد. أمامك الآن مهمة وأنت سابع الدوري في دوري المحترفين السعودي وهذا الأهم. ينقل الآن تمريرة جميلة محاولات نقلة للتعاون خطيرة للتعاون خطيرة للتعاون وإلى يد حارس المرمى وديع العبيد. كرة جميلة موسى الشمري المهاجم عرفناه لاعب متألق مع العروبة ومع الشباب والآن يريد إثبات تواجد. شوف النقلة الجميلة التحرك من غير كرة النقلة لموسى الشمري المهاجم لكن على دفعتين حصلها حارس المرمى وديع العبيد. الأمام مجرشي مرر كرة في محاولة المرور لكن ضغط عليه بشكل جيد. محاولة للتعاون تسديدة بعيدة عدت إلى خارج ماضي التعاون خرج على ملعبه على ملعب. هذا خطأ وأمام كرة إلى مجرشي. مجرشي مرر كرة على اليمين سريعة خالد العبود حصلها نعم حصلها هو اللي خرج الكرة ما زالت مرة العبود بمهارة مرة العبود هذه خطيرة عرضية لكن وصلت سهلة اللعبة وصفارة وخطأ خطأ يعني على طريقة اخطف وجري اخطف وجري في محاولة نقلة للأمام انطلاقة عند المرمى انفراد انفراد وقف على كرة تسديدة ضعيفة عدت إلى يد حارس المرمى إلى من أدم اللاعب اللي نزل جبريل لعب كرة وقف شوف شوف الوقفة السحب اللي لعبها لعب كرة كان عيسى سعيد يطالب بالكرة على الطرف الأيسر شوف شوف أخذ الكرة بشكل جيد لكن التنفيذ ضعيف جدا زالت مجرشي بالخلف التسديدة يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد اللعبت بشكل رائع جدا وتسديدة لأحمد الزين شوف 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 التسديدة من نص الملعب زكريا لعب الكرة المقهوي من بعيد وإلى شوف شوف زكريا ما شاء الله تبارك الله سدد تسديدة قوية محاولة العبود خالد مرر كرة جميلة خطيرة للنجوم خطيرة للنجوم فراد أوهو أوه أوه يا النجوم من رائع وقت ما ياخذ الفرصة شوف 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 الوصول إلى المرمى التمرير ثلاث تمريرات فيصل مجرشي للمرة الثانية يضيع كرة أمام المرمى شوف شوف هذا فيصل أمام المرمى توية هذا راح تكون قاتلة هذه كرة ملعوبة داخل منطقة الجزاء بالراس جول خلص التعاون خلص السكري البرتغالي ريكاردو ماتشادو في الوقت الضائع في الوقت الضائع حسمها التعاون حسمها السكري حسمها بمذاقه الرائع والجميل السكري بعدما عاش شوط صعب جدا لكنه هذا الأهم هذا الأهم يا سكري هذا الأهم يا تعاون هذا الجول كفيل أن يوصلك إلى دور الـ16 شوف ريكاردو ماتشادو أعلى من الكل طلع على الكل وسجل هدف مهم جدا وفي توقيت